مساء النور، مرحبا بكم الناس الكوليكان، رحبوا بكم في دورتنا في الورشة الرابعة من دورة كيف أصبح معلما مبدعا خبيرا لدى مايكروسوفت. هذه الدورة التي تتواصل على مدار 3 أشهر بحصة أو حصتين أسبوعية، والغاية منها هي معرفة كل ما يجب القيام به للترشح لنيل لقب معلم خبير لدى مايكروسوفت. الورشة الأولى كانت بتنشيطي أنا والأستاذ محمد حسنين، تعرفنا فيها على كل منصات مايكروسوفت وكيفية التسجيل في مايكروسوفت. الورشة الثانية كانت مع المدرب محمد جلال، وأوضح ما معنى أن تكون معلم خبير لدى مايكروسوفت وما هي آفاق ذلك وكيف الترشح. وأما الورشة الثالثة والرابعة وهي مع مدربنا المتميز الأستاذ محمود محسن، سفيرنا بعمان. تفضل أستاذ محمود محسن. الحمد لله. الحمد لله، نعم أنا معكم. انسى الشاشة، هل واضحة الشاشة؟ هل واضحة شاشتي؟ تمام، مرحبا بك نادية، مرحبا بك لميا، مرحبا بكم، يعطيكم الصحة. نادية الهاشمي هي كاتب عام الجمعية، ولميا الأشب هي أمينة مال الجمعية، هما في الهيئة المديرة والمؤسسي هذه الجمعية. مرحبا بكم ومرحبا بكل متواجدين معنا. مرحبا بك محمد، أخ محمد هو أيضا نائب رئيس الجمعية وهو موجود هنا، مرحبا بك بعد السفر. الآن نلاحظ اليوم مساء نشرنا لكم رابط وكلت، وهذا الرابط لرفع أعمالكم لكي نتعرف على بعض الأعمال التي أنجزتموها ولكي يقيمها أستاذنا المعلم الخبير من أقدم المعلمين الخبراء في مايكروسوفت صديقي يا محمود. سأبدأ في التصفح أستاذ محمود، سأبدأ في التصفح ولك التعليق. تمام، هذا هو رابط الوكلت. بالنسبة للي مازال ما حطش العمل متاعه على الوكلت، هو طريقة بسيطة جدا، هو بطريقة بسيطة فقط تضيف، بقت بإمكانك أن تضيف عملك كما أنزلت لكم في الشرح. بهذه مجموعة الأعمال التي وصلتنا، ننطلق بالعمل هذا. العمل حقيقة أنا ما طلعتش عليها، تشوف فيه أستاذ محمود؟ تمام، الهواء والتنفس، هو بموضوع الهواء والتنفس. والله ما حطش الاسم متاعه، لعل نلقاه الاسم متاعه في الأسفل. إعداد أمال العوني، إعداد السيدة أمال العوني، واضحة؟ العرض من إعداد الأستاذة أمال العوني، السنة السادسة، مدرسة الحامليم جرول، حكيم جرول، مدرسة الحكيم جرول. الهواء كما ترى، وضعت مجموعة صور ووضعت فيديو. واضح الشاشة؟ تمام، وضعت فيديو آخر، مجموعة فيديو. تمام، واضح.
واضح الآن، هذا هو العمل الأول. أستاذة أمل العوني، إن كنت متواجدة معنا فارفع اليد. أستاذة أمل، إن كانت أستاذة أمل موجودة معنا رجاء أن ترفع اليد. لا أظنه مش موجودة معنا اليوم. تمام أستاذ محمود، إذا عندك أي تعليق أو ملاحظات خبرنا لكي نستفيد. تمام تمام شايف ان هي مش كبيرة. فكان الافضل ان هي تعمل صور اوضح من كده. واحنا قلنا لحضراتكم قبل كده مين يقفل المايك يا سمين؟ ولا واحد قفلت المايك، نسمعه فيك. لا في صوت بس صدى صوت. لا ما فهمش صدى صوت، فقط صوتي وصوتك. ايوه بصوا حضراتكم، هنا الاستاذه اختارت فرقه عرض حلوه، بس ينقصها بس ان هي كانت المفروض تكمل الصور عن كده شويه، لان هي حاطه هنا معلومات كتير، حاطه صور معلومات. انا المفروض ان انا المعلومات دي للعرض، يعني المعلومات دي عشان تتعرض على البروجيكت او على السبوره التفاعليه او حتى في اللابتوب عادي، المفروض تكون اكبر من كده عشان ينفع استاذ محمود تتحكم بالمعلومه او هي. نعم استاذ محمود، انا حسب ما فهمت منها هي وضعتها هكا بطريقه جميله، لكن تنقر على اي صوره اللي حاشتها بها فتصير زوم، تكون الزوم. ما انا مش ح... انا ما كنتش حابب كده، يعني انا كنت يعني كان انا كنت حابب طريقه العرض ان هي تكون حاطاهم فوق بعض الصور وتقلب الصور. فهمت. اسمي نعم نديم، اسمي امل موجوده. موجوده رفعت يدها. رفعت يدها الان، ممكن نتناقش معها باذن الله. لا بس اسمها امل، انا حكيت معها داخل التطبيق. لحظه طيب امل، لحظه حتى نلقاها. تمام استاذه امل، بامكانك الان فتح الميكرو وتتحدث، فمرحبا بك، عرفنا بروحك. مساء الخير ياسمين، مساء الخير أستاذ محمود، ومساء الخير للحضور الكل. أمال العوني أستاذ مدارس ابتدائية مدرسة الحكيمة كرول سوسة. حاولت نخدم خدمة بسيطة عسوي وهذه خطيتها في الرياضة الجمعية. جميلة جدا جدا جدا، شغل جميل جدا جدا جدا. بس أنا حابب إن احنا نطلع أحسن حاجة، والله مش بعد على حضرتك، وجه مجرد رأي بس. وبرده اللي انت عاملاه، برده اللي انت عاملاه حاجه جميله جدا، بس انا حابب اقترح على حضرتك اقتراح صغير. لو الدرس مثلا ده، لو الدرس مثلا بتاعنا احنا عاملينه من هتكلم في الخمس شرايح الاولانيين، فاحطهم فوق بعض. ايوه اعملهم مثلا مجموعه صور او كوليكشن فوتو، وابدا اقلب منهم صوره صوره، مع وضع في الاعتبار ان انا اكبر حجم الصوره شويه. فاهمين حضرتك؟ اوكي راح احاول اصلح عملي. لا مش تصليح، والله ما تصليح، اكتر من هو بس ملاحظه احسن حاجه تطلع. فاهماني؟ لو انت شايفه ان عملك كده احسن حاجه، فهو انا باكد على معلومتك ان هو عملك كده احسن حاجه. تمام أستاذة أمال، يمكن إذا كنت باش تستعمله في القصة ما تولي ملاحظة الأستاذ محمود في محلها، هي أنك تخبي عليهم المعلومات الموالية، يعني تعرض بالمعلومة. بالضبط، هو ده اللي أنا عايز أقوله، إن هو يعني يبقى معطلك. لكن عجبني
خدمتك حلوة أستاذة أمال، جميلة، إخراجك احنا اختيارك. نحن في الدار تربية تكنولوجيا. تمام ياسمين، أي نسمع فيك. يعني نقري تربية تكنولوجيا. تمام، معناها احنا مش معناها نوظفوه الدرس استكشاف والمراحل بتاع درس الإيقاظ العلمي، احنا بعد ما يخدم معلم الإيقاظ العلمي الدرس نخدموه احنا في مادة التربية التكنولوجية كتثبيت المعلومات الدقيقة في ذهن التلميذ. تمام تمام أستاذة أمال، نعاود نقول لك ملاحظة أستاذ محمود، بالنسبة للعمل متاعك أكثر من ممتاز وهو رائع جدا، اختيارك الألوان اختيارك الشكل رائع جدا. الأستاذ محمود حب لو أنك تعمل بعض الصور كتطبيق صورة في ورا صورة فقط، لكن عملك جيد جدا، مشكورة. شكرا شكرا ليك شكرا أستاذ محمود، بجد شكرا جدا لحضرتك وجهدك واضح جدا في الشغل. شكرا 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 أستاذ محمود. أنت عدى العمل الآخر؟ تفضل يا فندم. تمام تمام. أسوي العلم نور. تفضل، واضح أستاذ محمود؟ تمام، العلم نور، هذه الصفحة الموالية. في ناس عايزين، بس بدون أقول كلام حضرتك، في ناس عايزة تخش ومش عارفة تخش. مفتوحة القاعة، لا لا مفتوحة القاعة، بعد قليل سنغلقها لا يمكنكم الدخول، لكن الآن مفتوحة. العلم نور، الجهل ظلام، الظلام نور. العلم هو منارة الحياة ونورها الساطع الذي لا ينطفئ أبدا، وهو اليد التي تمسك بالعالم لتقوده إلى حيث. كتاب العلم، أهمية الكتاب في حياة الإنسان. هناك مجموعة من الصور. مين برضو المعلم؟ مين برضو أول؟ لا أعرف، لا أعرف، مش موجود الاسم، ربما نجده في الأخير، أو هذا هو المعلم لكن لم يضع اسمه. سنلاحظ. وضع فيديو لفلسطين، اللي فلسطين هذا. ياسمين نعم تفضل. ممكن عايشة يحيى رافعة إيد في العمل متاعها؟ عايشة يحيى اللي عامل عمل هذا، رجاء أن يكتب اسمه وسنفتح له المايك. رفعت ايدها عايشة يحكي وثبتوا. تمام نادية، تمام. طيب دخلي استاذ عايشة، دخلي استاذ عايشة معنا. تمام 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 تمام، اتفضل استاذ عايشة. بامكانك فتح الميكرو استاذ عايشة. اي عسلامة. عسلامة ياسمين. عسلامة عسلامة. مرحبا بكم، يعطيكم الصحة على التكوين، بارك الله فيكم. هو عملت هبطت هذا العمل نتاعي، هبطت واحد آخر باسمي. تمام. الأول غلطت على خاطر. يعني هذا يعني في واحد شخص عمل آخر. أنا هذا هبطت هو نفسه العمل. هذا عاود فتحته نفس العمل لي. نعم هاني فعاود فتحته العمل الثاني. تمام، العلم نور هذا. هو والله مجرد تجربة، حبيت على خطر شوي هيك كنت استاذ تعليم ابتدائي. لم اجد اسمك هنا يا استاذة عايشة ايضا في الاسم. لا علينا لا علينا لا علينا. هل اخترتي طريقة العرض من الشمال لليمين؟ مرتاحة؟ مرتاحة فيها؟ فكرة العرض من الشمال لليمين زي ما حضرتك شايفة كده، إن أنا بدخل الشريحتين على بعض، إن أنا مركز مع شريحتين على بعض. ما هي حضرتك؟ ما بقدرش أتحكم إن أنا أعرض شريحة شريحة زي ما أنت شايفة. فبتحتاج إن أنا أختار شرائح كبيرة، يعني أختار الصورة بالحجم الكبير عشان تملى الشريحة أو تملى الشاشة بحيث ما تبينش اللي بعدها. في الحالة دي بختار الصورة بتاعتي أو الشريحة بتاعتي بأكبر حجم لو أنا هشتغل من الشمال لليمين. كويس كويس. طيب تمام. بس يعني دي معلومات للناس كلها، مش محتاج بس شكرا شكرا لك أستاذة عايشة، ممتاز ممتاز العمل، يعطيك الصحة. حابين لو فقدت اسمك يكون موجود إن شاء الله مرة قادمة تصلح وتحط الاسم بتاعك. هو ياسمين حطيت
مرة ولا مرتين ولا ثلاثة مش عارفة، فما واحدة واحدة بالاسم. واضح 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 واضح. شكرا لك. عمل آخر أستاذ محمود؟ أظن أنه نفس العمل تكرر، الهواء والتنفس هذا نفس العمل المكرر. عمل آخر الآن عايشة. فلا هذا هو عايشة يحيى. الآن هذا هو الصحيح يا عايشة يحيى، هذا هو الصحيح، لكن هذا هو سأحذفه فيما بعد. الطاقة النظيفة. واضح الآن العمل له، هذا هو العمل، لكن أنا ما فهمتش لماذا عمل من اليسار إلى اليمين اليسار. هذا هو أول صفحة، طاقة نظيفة، هذه الصورة، هذه الصورة موالية. سؤال: لماذا باعتقادك لا يعمل المصباح في الأحيان لا يصل إلى السرعة المطلوبة لدوران المولد بالتالي ينتج تيار كهربائي؟ وهذا شريط الطاقة الشمسية لإنتاج التيار الكهربائي، آلية التوليد، كيفية توليد طاقة كهربائية، معلومات كيف تؤثر قوة كلما زاد. اسمينا دايم تاع يعقوب ورفع ايده. تمام، باش نعطيه الكلمة. واضح واضح أستاذ محمودة، شاهدته بالكاملة، واضحة. جميلة. تمام أستاذ يعقوب. هل أستاذ يعقوب يعقوب؟ أي أكيد 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 أكيد. تفضل أستاذ ما يعقوب، تنجم تتكلم. أستاذ مين بعت لك على الماسنجر الإيميل؟ تفضل أستاذ محمود يعقوب، بإمكانك فتح ال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بحضرتك. مدرس يعقوب معزوز من فلسطين. يا أهلا وسهلا. مدرس مادة تأكيد النجاة. طبعا برحب فيكم في المقدمين وبرحب في إخوان الحضور وأخواتي، حياكم الله جميعا. مرحبا بك. طبعا هاي هي التجربة الأولى إلي في استخدام لغة الأسوام. أعددت هذا الدرس لطلاب الصف التاسع في مادة التكنولوجيا. أنا جاهز لاستماع أي انتقاد أو أي ملاحظة. لا يا فندم يا فندم، إحنا ما فيش انتقاد خالص مبدئيا، يعني لا لحضرتك ولا لغيرك. تمام واضح. بص قول لنا حضرتك. لا أنا عايز أسمع من سعادتك استخدمت إيه وفضلت تستخدم ده ليه؟ عشان نسمع بس الناس يعني. يعني استخدمت طبعا إحنا في فلسطين بداية يعني عند بداية الفصل أو السنة الدراسية الجديدة قمنا بالتدرب على مجموعة أوفيس كاملة. بصراحة هذا البرنامج اللي هو الأسوأ كان يعني الاهتمام فيه قليل نظرا لوجود مثلا الباوربوينت. تعرف أن الباوربوينت بيسد أو يحل محل هذا الأسوأ، فأنا يعني كنت يعني فضولي يعني دفعني أن أستخدم هذا البرنامج اللي هو الأسوأ، فاستخدمته فوجدت فيه أشياء يعني جميلة جدا في في عرض الدرس بطريقة مرتبة وسلسة وتشد انتباه الطالب. طبعا استخدمت اللي هو الصور، الصورة بتاعت بعد إذن حضراتكم. ثواني ثواني أستاذ يعقوب اللي عنده أطفال صغيرة ممكن يقفل المايك بعد إذن حضراتكم. لما أسمع السؤال جيد. إذا هو اللي هو اللي عنده أستاذ حضرتك في دوشة، في دوشة أطفال أستاذ يعقوب، لو أنت اللي عندك الأطفال بعد إذن حضرتك لو سمحت أنا أسمع حضرتك. ماشي ماشي. ربي يفضل لك الأطفال إن شاء الله. لا ولا يهمك يا فندم، أنا بس محتاج أسمعك بس مش عارف. نعم. فأكمل؟ نعم. تفضل يا فندم، تفضل يا فندم. عند استخدام أو التدرب أو محاولة استخدام هذا البرنامج فوجدته برنامج جميل ويشد انتباه الطلبة أثناء العرض. وطبعا يعني في خيارات كثيرة جدا
البرنامج انا شبهته بالباوربوينت، ولكن هناك اختلاف بسيط جدا بينه وبين الباوربوينت. يعني يسمح لك باضافه الصور، التعليق على الصوره، تعمل يعني كابشن او توضيح على الصوره نفسها، تضيف نص للصورات عشان توضح الصور ومفهوم. تقدر باستطاعتك تضيف فيديو لكل، خلينا نقول كل شريحه او كل موضوع. فالبرنامج مساش أستاذ محمود، فيك تقدم ملاحظاتك أستاذ محمود. شايف طبعا هو اللي سمح حضرتك هو اللي سوي معمول فيكم، ولكن أنا وأنا بعرض أنا هاي شايف حاجة بتفرج على العرض معي، هاي شايف حاجة. أنا شايف إن العرض محتاج شوية تعديل بسيط، حتى اللي انا اتريد بالمجهود اللي انا عملته كمعلم، لان انا كده ضيعت مجهودي ان انا اعمل فوق. مثلا تلاقي فوق كده استاذ ياسمين، انا كنت شايفه فوق عامل زي قصه او وتر يعني. تمام. فالقصه بيكون طريقه عرضها زي ما احنا قلنا لحضراتكم، الطريقه التقليديه ان انا احطها في جريد، احط الصور كلها جنب بعض 1 2 3 وتر، او الطريقه الثانيه تبقى احلى واحلى كمان ان انا احطهم فوق بعض وابدا احرك صوره صوره. ويفضل في الطريقه ان احط الصور في الوضع الوسط الميديم يعني، اوكي. لكن انا كده انا ما استفدتش، دخلت الشرايح على بعض فما استفدتش بالتعب اللي انا تعبته. واضح ان فعلا في مجهود معمول، بس انا ضيعت عشان شوية حاجات بسيطة قوي يعني. لو قعدت 5 دقايق على ده هعدله وهطلع شغل احسن من كده. استاذة سامية اعتقد هي اللي عاملاه عشان ارفع ايديها تاني. حالة فتحة لها شوفي كده استاذة ياسمين، في حد رفع ايده؟ استاذة سامية بالنسبة لي انا فتحة لها الصوت. استاذة سامية تنجم تفتح الصوت وتنجم تتكلم، انت واستاذ عادل الاثنين تنجموا تتكلموا. لا اعرف مه. اذا انت معلومات الو تفضل. مساء الخير اهلا وسهلا بحضرتك. انا سلامه. اهلا وسهلا بسعادتك. حضرتك بتدرسي مرحله ابتدائيه واضح جدا. و ايه رايك حضرتك في اللي انا قلته؟ شو سمعتك؟ سامحني، ايه راي سعادتك في اللي انا قلته؟ لو كنت سمعني من الاول. لا سمعتك. طيب إيه؟ والله هي محاولة بسيطة جدا. انا والله محاولة مشكورة عليها جدا، وانا مش بعدل والله يا جماعة. انا بقترح على حضرتك يعني، انا حر في الاسلوب بتاعي، عايزين بس نحط كده حاجة او كونسبت او مفهوم لينا كلنا. انا كمعلم حر في الاسلوب بتاعي، احنا مش بنعدل على بعض، احنا بنقول احسن حاجة ممكن تطلع ازاي في العرض اللي قدامي. وانا بعمل ده، انا كمحمود بعمله هعمله، وحاجة ممكن تاخدي التعديل بتاعي واتسابتيو يعني. لو انت شايفه ان انا مش محتاجه اللي انت قلته اتسابتيو، مش تعديل ولا نقد ولا حاجه. اكيد ناخده بالنصايح بتاعك. اما هو اللي قلت لك عمل عملته وحبيت نشارك به اليوم، انا نسيت من قبل واليوم عملته بطريقه سريعه شويه، على خاطر البارح عملته في الليل، على خاطر حبيت نشارك به، وان شاء الله المره الجايه نعمله حاجه ما احسن. فاهم وجهه نظري، احنا معلمين انجليزي زي بعض. فانا بقول لحضرتك، انا لو هشرح الدرس ده مثلا، بس انا معلم ثانوي يعني، لو هشرح درس فيه صور كده برضو هشرحه بالطريقه اللي انا قلتها لك عليها، ان انا اخبي الشريحه عن الشريحه، ما يكونش الشريحه لازقه في الشريحه كده. هو الدرس هذا يعني حوصله عملت، يعني كحوصله حبيت نحط هيك شويه مجموعه حوصله، مش طريقه عرض كوني باش نقري به درس. ايوه تمام. مشكوره جدا على جهد حضرتك، وان شاء الله من احسن لاحسن ان شاء الله. يعطيك الصحه. ممتاز، شكرا لك. ممتاز. اتفضل استاذ ياسمين. تمام. الان وضعت اكواد الاستاذ محمود، لان الحصه الفارطه فمش كون ما نجمش ياخذهم. الان وضعت اكواد الاستاذ محمود، تلقاوهم ان شاء الله في المحاسه، بامكانكم استعمال. انا حاطط كود الحصه اللي فاتت وكود الحصه دي او كود المحاضره دي. تمام، انا حطيت لكم الان. نتعداو الاسواق الثاني. سكراتش، بعنوان سكراتش. من عنوانه
شرحي برنامج سكراتش. تمام، سكراتش سكوا سكراتش، معناتها ماذا هو سكراتش؟ نواصل. تعريف لواجهة سكراتش بالفرنسية، سكراتش تاع لوجيسيال دو بروغراماسيون. نعم، هنا تقريبا عمل منجز بسكراتش، نلاحظ هو عمل منجز بسكراتش فقط، لكن اسمه اللقب لا يوجد. لا بس واضح جدا جاء في الاول كده وسبع سنين. تمام. يعني كان ولما اجي اعمل هو العمل العمل ده عامله كويس جدا جدا، لان هو اختار طريقه العرض الصح اللي هي من الشمال لليمين. لما اجي اعرض مثلا حاجه توضيحيه زي اللي هو عامله كده او بوينت كده 1 2 3 4، يفضل من الشمال لليمين. يفضل طريقه العرض تكون من الشمال لليمين. إذا فما شكون عامله موجود معنا لهنا يا ليت يرفع صبعه. بالنسبة لي أستاذ محمود، عندي ملاحظة اللي شفناها من الكل، علاش لماذا لا تضعون أسماءكم؟ بالعكس هو ملف تعريفي، هو ملف تقديمي، قبل ما تقدم بالمحتوى لازم تقدم نفسك، لازم تكون مفخور بنفسك وتضع نفسك في ال... أنا عندي ياسمين. تفضل ياسمين. نعم. العمل نتاع احلام موجوده معنا وما نجمتش تتكلم. من هي احلام؟ شكون احلام؟ ترفع اليد باش ترفع اليد، ما نجمش نعرف لما ترفع ارفع اليد. اعيد اذا الاستاذ محمود، بالنسبه لي نحب أقول كلمة للناس الكل، أول حاجة تبدأ فيها أي عمل تقديمي ليك تبدأ بتعريف نفسك، لأنه هو عمل خاص بك أنت. عرف نفسك، اسمك، حتى مدرستك، ثم تجم تتعرف بطبيعه بعنوانك لمشروعك، اسمك وعنوان مشروعك واسمك، ما عادش نسهاو عليه. لا يا نادية مش رافع اليد، أنا ما نجمش نلقاها في قائمة ما شاء الله قدامي فيها 200 اسم، ما نجمش نلقاها في قائمة فيها 200 اسم. قالت كتبت في الشات اللي هي كتبت اسمها في العمل متاعها. ما فماش اسمها، مش موجود. ما موجود الاسم بالنسبة لها. عندها مشكل في المايك قالت. باهي بالنسبة نعاود نشوفوا. باهي أحلام، عندي مشكلة في المايك الخاص بي، وضعت اسمي، الرجاء أريد انضمام عملي، أين أضع الياء؟ بربي شكون يحط لها الياء متاع الوكلت؟ إذا فما شكون من موجودين ينسخ رابط الوكلت وائل، رجاء نحط لها الرابط متاع الوكلت في المحادثة، خلي يحطوا أعمالهم يرفعها. هذا هو العمل. إذا ما في شيء اسم، لكنه أنا واحدة من الناس عجبني ياسر عمل اختيار الألوان، شفتوا الخلفية البيضاء قديش عطات جمالية، وإخراجه ظاهر محترف، ظاهر أنها من السكراتش، أنها إنسانة محترفة، لكن لا تسعى عن وضع اسمك. نعم وضعت اسمها في الخارج، لكن ما وضعتش أحلام. من إنجاز أحلام من تونس، وضع إنجاز أحلام من تونس، لكن مش وضع اسمها بالكامل. نشوف رابط آخر. هل لديك ما تضيف أستاذ محمود؟ لا أنا عجبني، مش ما فيش تعليق، أنا عجبني جدا جدا، لأن هي أو هو وضعت لكم الرابط. نعم تمام. في حاجة سمعينها؟ لا سمعك راجع. هو العمل ده يعني هو كان بيعمل توضيح لسكراتش، واحنا قلنا لحضراتكم اي حاجه فيها توضيح او اي حاجه زي تفاصيل او كتالوج سمثينج لايك ذات بيكون الافضل من الشمال اليمين، وهو اختار الطريقه الصح واختار الطريقه الصح. كيف يمكنكم ارسال عمل؟ فما رابط، تضغط على الرابط اللي يسال كيف يمكنني ارسال عمل، هناك رابط وضعته الان، تنقر على الرابط وتضيفين عملك في الرابط عبر نسخ الكود. به استاذ محمود عمل اخر سوسه، استاذ محمود اللي معزه خاصه لي سوسه. امي من سوسه وابي من المنستير، انا بالنسبه لي دائما ازور سوسه واحب هذه المدينه كثير. سوسه جوهره الساحل، نرى هذا العمل على سوسه. سوسة هي مدينة تونسية تقع على بعد 140 كيلومتر من الجنوب التونسي، وتقع وسط السواحل الشرقية التونسية، تعرف بجوهرة الساحل. هذه هي تعريف سوسة. هذا هو أبو جعفر، وهو شاطئ سوسة الجميل، شاطئ أبو جعفر من سوسة.
لا أعرف، وأنا أتكلم نحس بالفرحة لأني اشتقت لسوسة، الجامع الكبير بسوسة. شبه اسكندرية كتير سوسة. تمام. أي المدينة العتيقة لسوسة حقيقة جزء من روحي في سوسة. المدينة العتيقة لسوسة، القنطاوي في سوسة، وأنجزنا دورة في أوت في سوسة وزرنا قنطاوي، وجماعة المتواجدين معنا الآن في المحادثة وكانوا متواجدين في هذه الدورة يتفكرها أكيد. هذه الصور صور سنين بعد إذن حضرتك كده. تمام. الدلع كنا معلق عليه من شوية، هو هنا 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 اللي عامله عامله كويس. احنا شايفين الصورة، ناخد الشاشة كلها، بص هنا الله يعطيك العافية، بص حاطط الصور فوق بعض، وهنبدأ ندوس نعمل كليك كليك على الصور كده عشان نتحرك الصور. ايه. دوسي كده اعملي كليك على الصور كده. تمام، قد نعم في كليك. هذيك المدينة العربي. تمام، هذيك العمل مطلية للعجيلي يا ياسمينة. أعطوها به، هذا هو مارينا، هذا هو قنطاوي بتاع سوسة، مارينا بتاع القنطاوي وهي منطقة سياحية في سوسة، هذه المدينة العربي في سوسة، هذه بعض النزل. حقيقة أنت بين الحنين، شو عملتكم؟ هذا شريط لسوسة، لفيديو، شريط فيديو، هذا عز البلاد وفخرها سوسة اللي نستمع. هناك صوت يمكن ما يوصلكمش، هناك صوت، شفت أستاذ محمود وضعت الصوت أيضا. شكرا على المتابعة ليلى العجيلي، تحييك من سوسة. شكرا على المتابعة، كتبت ليلى العجيلي. أستاذة ليلى ارفع اليد لكي أراك لكي أقدم لك الكلمة، وأترك لك التعليق. أترك لك التعليق أستاذ محمود، تفضلي أستاذة ليلى. نسمع الأول. افتحت لها، افتحت لها الصوت، بإمكانها التحدث. يا فندم مش قصدي ده، الصوت اللي هي مسجلاه. فهمتك أستاذة ليلى، بإمكانك التكلم. نزلت عليه لكن ما حبش يجلس، يمكن انترنت. اضغطت عليه أستاذ محمود لكن ما هوش يمشي، أو يمشي الآن بقريب. هذا هو الصوت، هذا هو الصوت. لحظات لحظات، مشاركة الشاشة مع صوت الحاسوب. لحظات سأعيد عرض شاشتي مع حاسوبي الآن. ماذا يظهر لكم؟ تسمعوا فيه؟ هو ظاهر ويكلت زي ما احنا وسوسة. تمام. أستاذة ليلى بإمكانك الضغط، اضغطي على المصدح وتكلمي، فقط اضغطي على المصدح وتكلمي، لأن لك حاليا إدارة الجمعية بلغتني أني أغلق القاعة ولا يمكن بعد هذا الدخول. معناتها نحاولوا كيف حالوا ما نغادروش، لكن هم عندهم الاسماء الناس اللي غادرت. استاذ انا عايز اقول تعليق على الصور، زي ما انت كنت بتعلقي على سوسه كده من شويه بتحكي على سوسه، هي ممكن تحكي على المكان او على الصوره نفسها اللي هي حاطاها. اوكي، لو هي سجلت صوت زي ما احنا اتعلمنا المره اللي فاتت، زي ما اعمل ريكوردينج للفويس او الاوديو. تمام، واضح. ان حسيت عمل محترف جميل سوسة، كانت نجب جنب سوسة هنا تضع اسمها بتخليش يدخل، لكن هي ظاهرة من حب. تمام، هو جميل، بس احنا لو عملنا ده هيكون احلى واحلى. انا النهارده بحط
الاوبشن بتاع الصوت لازم استفيد منه كويس. واضح. ما ينفعش مثلا اعرض الصور وبعدين اسمعها في الصوت. تمام. لا هو مش معمول عشان كده، انا هي حطها عشان ما معاها فيبقى معاها احسن. تمام. سوسة كانت نجمة هنا سوسة تقول تحط كلمة من تونس، لكن بقى اختيارها للصور جميل، اختيارها للتعريفات جميل، رائع، عمل رائع. تمام، يعطيها الصحة، مشكورة، حبينا نسمع صوتها. لكن ما هيش ما نجمش تتكلم معنا. عمل من إنجاد أسماء جراد من سوسة، وهي منسقة جمعية تونسية تكنولوجيا تربية الحديثة بتونس العاصمة، هي تنتمي، هي ابنة هذه الجمعية، ونحب نشكرها فعلا على دورة تونس الأخيرة لأنها مع الفريق قامت بمجهود كبير. هذا هو عملها، وعلى فكرة هي مصممة ديزاين كرواسان روج تونسي كوميونيتي لوكال رواد. هذا هو عملها. إذا كانت موجودة يا ليت ترفع اليد خلت تعرفنا أكثر بالمشروع متاعها. تقريبا البرنسيب الهلال الأحمر تحكي تقريب على مشروع هي أنجزته. هذا هو المشروع بالكامل. يمكن لو كانت هي موجودة معنا وهي تقدمه يكون أوضح باش نفهمه بالضبط. إن شاء الله واضح لكم. هنا هاو الصور. حكاية انترنت لقد تشوفها أستاذ محمودة. تقريب فتلها بعض الأشياء. أنا جميل. بصي ثانية واحدة هنا. جميلة جدا بس إن الحتة كده اللي تحت كوفيد 19 دي كنا ممكن نملاها أي حاجة، ممكن نحط فيها أي حاجة، نكتب فيها أي توضيح، نكتب فيها المكان، نكتب فيها مين اللي في الصور، نكتب فيها وطيبة. فاهمة حضرتك؟ فهمتك. جميل جدا. يعني المساحة الجديدة دي كلها كنا نستغل نكتب فيها أي حاجة، مثلا النشاط أثناء فترة الحجر، أثناء التعامل مع كوفيد 19. يعني هذه هي أسماء. استغل الحتة بالأحمر هيك هي أسماء. إذا أيضا نشوفوا حطت ميرسي دي فوتر أتنسيون، شكرا إلى حسن مشاهدتكم. نعاودوا نرجعوا شوية لأنها ظهرت من غير صور. شوف أستاذ محمود الآن واضح، شفت الإسعافات الأولية، الإسعافات الأولية لفورماسيون. سأعيد لك، شوف سأعيد كلام الأول لأن الآن تجمع الملف، يمكن في الأول ما كانش متجمع. شوف تحكي على الرموز، تحكي على الرموز. ايوه كده جميل جدا. ايه لي برينسيب، البرينسيب يعني القواعد كما نقولوا، قواعد. هذا هو الهلال البرينسيب اومونيتي، حتى هي لي برينسيب نتاعهم، معناتها القواعد. ايوه الهلال الاحمر التونسي. شوفي بقى حضرتك ده اللي كنت بتكلم عليه. أيوة. كنت بتكلم عليه. تمام. استغلال الحته الشمال كتابه. جميل. فما لي برينسيب دو كومبورتمون، لي برينسيب دو اورغانيزاسيون، القواعد. الهلال كرواسون روج تونسيا، الهلال الاحمر. هات الان واضحه، الان واضحه. هذه هي اسماء، هذه هي اسماء لي بروغرام عطات، يعني فوندي سنه 7 اكتوبر 1956، ولو بروغرام تاع مشروع سوسيال، معناتها اجتماعي صحي، الاسعافات للشباب، ما حتى بالضبط قد نترجم لجماعة اللي ما تعرفش الفرنسية. هذه هي كرواسوروج، كرواسوروج تونسيا. هذه هي أسماء، هذه هي أسماء. يعني الهلال الأحمر التونسي. تمام. أي الهلال الأحمر التونسي. نعم. واضح. هذا ذك هو واضح بالصور بكل شيء. الآن واضحة الصور.
هي راهي راهي اختصاصها اخراج، هي اختصاصها ديزاين. شفت مع جميله ياسر، جميله جدا. شوف اختصاصها ايه يا فندم؟ معلش. تصميم. تصميم، اوكي يا فندم. شوف انظر كيفاش تفتح. مين هي الاستاذه؟ مين هي استاذه اسماء جراد؟ استاذه اسماء جراد. أسماء جراد، وهي منسقة الجمعية في تونس، وهي معانا في المحادثة. أنت ديما تحكي معاها لكن يمكن لم تنتبه الاسم. كويس. أنا هكلمها بعد المحاضرة. عايزها بعد المحاضرة. شو جميلة جدا طريقة إخراجك يا أسماء، رائعة. أنا ما عندي ما نقول لك، كان برافو، ممتاز ممتاز جدا. ماذا تريد أن تقول لها يا أستاذ محمود؟ انا عجبتني طريقه خالص، يعني انا هنتكلم معاها في تصميم، انا عايزه يعني ساعدني في حاجات. ايه رائع، حقيقه رائع، فيها عندها افكار عملتهم رغم ان هي اول مره، لكن لا 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 جميله جدا جدا، عامله شغل عالي جدا جدا جدا، محترف، شغل بروفيشنال يعني. صحيح. اسمع لو موجوده فقط ارفع اليد. ممتاز يا اسمع، حقيقه ممتاز ممتاز ممتاز. لو كان جيت معنا خذ الكلمه لي لتساعدينا في نصح الباقيه. ممتاز. الآن إيمان البكاري، عمل لإيمان البكاري. شوف ما جميل جميل، أنا العمل موجود مع اسمه. عمل لإيمان البكاري الآن، لا أعرف، نسمع في أشياء على مكونات إيش. أنا راضية منذ البداية عن هذا العمل. منذ البداية. حسب رأيك لماذا أستاذ محمود؟ عشان إيمان صاحبتك أكيد. لا لا لا، حقيقة لا أعرفها والله حقيقة، لكن أنا راضية لأن عنوان المشروع واسم صاحبة العمل واضح، مكونات الدم إعداد إيمان البكاري. لو كان حظ تونس أو تي، لا أعرف أنت تنتمي لماذا، يمكن إحنا اتفقنا إنه هو يكون هي عاملة أول حاجة وعاملة التايتل. نعم. جميل. وعملنا له باك جراوند جميل تمام. جدا. ننزل بقى، ننزل على طول يلا. تمام. اسرع شوية يا ياسمين. واضح واضح. مش واضح. أين؟ إلى الأسفل، مش ننزل، إلى الأسفل. عملته كتصفح. الدم، تعريف على الدم، كتابة، صور. صور. ياسمين انزلي. نعم. انزلي. قاعدة ننزل، قاعدة ننزل. صور. صور، كتابة، صور، كتابات وصور. هنا لا أعرف، هنا هنا صور متصفحة، شفتها شفتها، هنا تتصفح الصور، مجموعة من الصور. وصلتك أستاذ محمود؟ تمام. بلازما بس الصرافة عن الصرافة عن الناس كلها. لا أعرف، تشوفوا فيش، تشوفوا صفائح معروضة. أي نادية تشوف فيها؟ ماذا تشوف نادية؟ أيوة تمام تمام تمام. شفتها عاملة مجموعة من الصور، متى كي تضغط بجنب الصفائح تجد عدة صور بجنبها. هنا فيديو، فيديو على الدم. هذا هو الأسوأ أستاذ محمود. وأي أستاذة إيمان إذا موجودة أرفع يد لنعطيك الكلمة. هي بالنسبة للعرض بتاعها مش محتاج أكتر من كده، هي معاها العرض موجودة، دخليها. تمام، دخلتها. بإمكانك التكلم سيدة إيمان. تفضل سيدة إيمان، فقط افتح المصدح. سيدة إيمان أستاذة إيمان، انزلي اضغطي على المصدح، على المايك، اضغطي على المايك المصدح، تفضلي بالكلام. يمكن عندها مشكلة تقنية في الصوت لأن المايك عندها مفتوح، فقط تنزل على المصدح وتتكلم. ما نجمتش. إذن أستاذ محمود نواصل. ما عندك مضيفة؟ تفضل تفضل سيدة إيمان، تفضل سيدة إيمان، تفضلي
أستاذة إيمان، سمعناك شوية راه واضح. باهي أستاذ محمود، أستاذ محمود الآن عرض جديد. أظن أن اللي دخلت الآن أسماء البكاري وإيمان البكاري يطلعوا أخوة. إذا هذه الصفحة السياحة في تونس، عيني على تونس، السياحة في تونس، السياحة في دوز. سافرت إلى دوز وهي رائعة، مدينة تقع في صحراء تونس للراغبين في التمتع في إجازتهم في الصيف بدل في فصل الشتاء بدل الصيف. الواحات والصحراء والمهرجانات، أنت لا تعرف الصحراء متاعنا يا أستاذ محمود. مختلف شوي عن عندنا يعني؟ لا أعرف. هذه هي دوز، المهرجان بدوز. عندنا سيناء، عندنا سيناء وشرم الشيخ وكلام ده، جنوب سيناء. صحراء حلوة جدا يعني. كل الشعوب العربية جميلة. لكن دوز أجمل. إذا هذا شريط على المهرجان بدوز، لدينا مهرجان رائع في دوز، رائع هذا العمل. لكن حقيقة لماذا الصيد بسو؟ لماذا لم تضعي اسمك لكي نعرف، أو اسمك لكي نعرف هذا الشريط؟ النظر جتم صادفة، فات النظر يا جتم صادفة، حوت النظر لو تمل ومر في لحظة تيف ولا زمن. إذا أستاذ محمود ما تعليقك قبل أن نمر إلى العمل الموالي لكي نسرع؟ ياسمين الرفاعي يحب يتدخل. ياسمين أوكي أعطيه الكلمة. الرفاعي إيدو شكون فما كان؟ ياسمين اطلعي فوق شوية بالعربي وعرفنا. تفضلي أستاذة آمنة، تفضلي. كريم اسمه تقريب. أستاذة آمنة البرهومي تقريب، تفضلي أستاذة آمنة. لا مش آمنة. تفضل آمنة. رفاعي تفضل آمنة، مفتوح المايك. تفضل يا آمنة. آمنة البرهومي. ياسمين. نعم. دوز خبر تسجيل إلى رئيس حضرتك. كيفاش؟ في السوي نفسه، في السوي نفسه دوز خبر تسجيل. والله لا سمعتك. في السوي نفسه دوز خبر تسجيل، عرض. في السوي نفسه. ايه بارتاجيه لو سمحتي، دوسي بارتاجيه. ايه هكا دست بارتاجيه عملته عشان يظهر الشغل كله على بعض، يعني ظهرش ان هو اديت يعني. تمام. انا فقط نضغط عليه كما هو موجود معنا. برشا رسائل ما خلتنيش نعمل حتى شيء في الأعلى. شكون طالب الكلمة؟ قلت لي إيمان. نادية والله ياسمين آمنة من بكري رفعت إيدها من الرفاع إيده كحطيت المشروع اسمه كريم البرهومي ولا حاجة كما هكا. لا مش موجود الآن. مش آمنة راهو مش موجود الآن، كان رفع إيده. فهمتك. كريم بعت لي على الماسنجر، شفت. به نمر إلى عمل آخر. تمام. الجهاز الهضمي. هذا هو الجهاز الهضمي عند الإنسان ودور عسلات الهاضمة. العنوان مستوى 9 أساسي. الأستاذة فدوى الجناحي، المدرسة الإعدادية الأسمر بقليبيا. مجموعة من الأوراق. رح عيدة يا ياسمين. هيا نشوفه من بعد ونعطيه هالكلمة. من بعد مجموعة من الأوراق. من بعد بنية الجهاز الهضمي. بتدخليها من الأول يا ياسمين. هي معلش يا ياسمين.
تمام. تخلي لو الشخص العامل الاستاذ العامل يخش معانا من الاول ونتكلم مره واحده. تمام. استاذه فدوى تفضل. لازم تتكلم استاذه فدوى. اهلا عسلامتكم. عسلامة. اهلا عسلامتكم. اهلا وسهلا فندم. اهلا سي محمود. اهلا وسهلا فندم. فدوى جنحاني استاذه علوم طبيعيه بقليبيا مدرسه اعدادي الاسمر بقليبيا. قدمت درس على سوي لاول مره. ما شاء الله. لا سي محمود. هي مش فوق، هي على اليمين على اليسار مش الفوق. ماذا تريد تشوف؟ هاشم من الاول. من الاول. هذه هي الاول. معلش يا استاذة. ايوه ايه هذا هو الورق اللي فوق بعض ده. هاي هذا هو العنوان اجهزة. عايز اجي عند الورق اللي فوق بعض. تمام. استاذة تنجم تعرفنا يعني هون نتصفح وانت تنجم تعرفنا. التاسعة سيسي. نعاود. تمام. الجهاز الهضمي عند الانسان ودور العصرات الهضمية. المستوى التاسعة سيسي. مستوى التاسعة اساسي. المدرسة الإعدادية أسمر بقليبيا. الأستاذة فدوى جنحاني. أسمر بقليبيا. تمام. فدوى أجنحاني. ثانية واحدة. أول حاجة بإذن حضرتك اسم حضرتك واسم المدرسة والصف والكلام ده كله. أول حاجة خالص قبل الدرس خالص. أي نعم صحيح. مش في الدرس. صحيح معلومة صحيح. أي صحيح. تمام دي بس لا اللي تصحيح مش أكتر والله مش تعديل تصحيح. شكرا. تمام. كملت شو اسمي؟ كملت. قاعدة نحط هذه الأوراق اللي فوق بعضها. هذا ورقة نشاط تمرين. إيه الأوراق اللي فوق بعض دي تأتي حضرتك؟ مذكرات. تقديم درسي في القسم. تمام. مرفوعات نفرقهم على التلامذة وبعد شيء نقرا معاهم ونعرف. جميل جدا. يعني حضرتك الحاجات دي انت اوريدي طالب معاه هارد وير في ايده صح؟ مع ورقه في ايده وهو شغال. ورقه نفسها. بصي حضرتك ان هو انت عاملاها كويس بس يفضل لو مساحه السواد تكون اوضح من كده. عندك حق. صحيح. صح كده يعني بحيث ان انا بعرضها له. لو انا معيش ورقه انجم اشوف من على الشاشه بتاعتي. ما ينجم وقت ننزل على الفلسه واحده يا تعمل زوم تكبر هي معناتها نعمل كليك على الورقه على الصوره تكبر الصوره. تمام. تصير زوم صحيح. ما نواصل. هذا هو. انا فقط يمكن عندي ملاحظه عليك. لماذا هذا اللون الاسود؟ لماذا هذا اللون الأسود؟ نكهة الأسود. لأول مرة نخدم السوي دونك ما عرفتش باش نتصرف مليح. زعملها شديد تعمل لهم شوية. توافقت بالخطأ. ما فقتش بالخطأ، توافقت بالخطأ. تمام. بالنسبة لي نحب الألوان. حصل خير. فقط ملاحظة. يعطيك الصحة، شكرا لك، عمل جيد. الآن عمل آخر. تمام. هي عايشة. تسلمي. عمل نمر إلى يعني مزيت ما تعشيت شو فما الأسواي على الطعام. شو عملتنك؟ أستاذ محمود كاني باش نخليك خاطر الأسواي هذايا جوعني. واضح أمامكم. أنا ما تعشيت. أهمية فطور الصباح. وشوف هلا. أهمية فطور الصباح ومصادره. هذا درسي للإيقاظ العلمي غدا. ما نلاحظ هذا الشريط. أهمية فطور الصباح. هذا الشريط. لكن أنا عارش علاش عندما ضغطت على الفيديو ما شيئتي من اليوتيوب. حكاية فطور الصباح واضح. حتى الشريط نوصل مع الشريط. متى
متى جلس أفراد العائلة للطاولة؟ يعني فما سؤال على ذلك الشريط. اختارت صورة وخلفية ثم مجموعة صور. شفت أستاذ محمود مجموعة صور خبز حليب جبن. جميل جميل هذا السؤال. لكن كان لاحظت فما صور جميلة حطتها بي ان جي خلفية شفافة. أحلاها يمكن إذا تحط صور كلهم بخلفية شفافة كما هكا الحلوة الفكرة. ثم فيما بعد أهمية فطور الصباحي خلفية البقاء بكامل برضو صور صغيرة جدا. تمام البقاء بكامل الإحساس هزار هزار بن سعيد هزار هزار بن سعيد هزار بن سعيد تمام ها باش نشوفوا حاطه حاطه شريط فيديو دخليها يا سمي. تمام شريط فيديو من اعداد هزار بن سعيد تمام 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 لو الشخص اللي عامل السوي موجود يخش من اول وهو اللي يشرح لنا أسلم. تمام هي حاطه الاسم في الاخير كيف سنعرف اي هزار قليل لو نعطيك الكلمه رفع عادي رفع عادي كده ياسمين من بكري ايش بكم عطيتوا ايش الكلمه انا يعني قاعده ياسمين ما لي بارتيسيپون ما خرجوليش ما نجمش نعطيها محمد علي العميري تمام 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 محمد علي العميري تنجم تعطيهم الكلمه عسلامه 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 سلم عليكم اسمي هزار بن سعيد حطيت اسمي من الاخر هذه محاوله اولى لقيت شويه صعوبات راني باش نطبق هزار والناس الكل لو انا هحط برضو اسمي في الاخر برضو لازم احطه في الاول يعني ان شاء الله عشان بس ما نكررش المعلومه دي هاتي استاذه ياسمين من الاول بعد اذن حضرتك بسرعه بس كده بعد اذن حضرتك هذا هو هذا هو استاذ محمود حطيته يلا حطيته هذا هو يلا ماشي يلا خليني بسرعه مثلا جميل جدا فكره العنوان برضو والباك جراوند زي ما قلنا كده جميل قال لي اسمي واضح استاذ محمود عديته له كامل شو تحب بالضبط ايوه احنا خلصنا العنوان ايه خلصنا وعديت لكم انزلي بقى ايه تعدي مع استاذ محمود وهنا يعني برضو هنا 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 كويس حجم الصوره كويس كان في صور فوق بعض صغيره كنت عايز اعلق عليها هذه الصور اللي هي فوق بعض يا سيدي تمام واضح هاي نشوفها هذه هي اوكي واضحه امامكم الصور أستاذ محمود حطيتها لك واضحة ولا هذه الصور الفقرة؟ أيوة هي دي تمام أيوة تمام يا فندم تمام حضرتك هنا أستاذة أستاذة هزار نعم شوفي حضرتك كده الصور اللي فوق بعض صور صغيرة أيوة أنا بستخدم الصور بالحجم ده فقط لما يكون عندي هنا في على اليمين أو على الشمال أو فوق كتابة لكن أنا طالما ما عنديش كتابة طب ليه حجم الصور صغير؟ قالوا المساحه في الصوره احسن ندي ستريتشنج للصوره طالما ما عنديش كتابه حواليها او ما عنديش فاهماني حضرتك قصدي ايه؟ اي فهمتك ان شاء الله طبعا نقوم بتعديله وان شاء الله شكرا على الملاحظه يا عائشه تحت امر سعادتك استاذه هزار عايز اقول حاجه برده تاني عايز نعم باي استاذه هزار بالنسبه للعمل بتاعك عجبني وحتى للدرس بشجل برشة ليام دخلت فيه صور وفيها فيديوهات كل حلو ياسر اختيارك للخلفيه قريبه ياسر للصغيرات محلام فقط حب لو الاستاذ انك تحط عنوانك من الاول اسمك من الاول يكون خير نعم
وليك وكيف كيف تصاور يكونوا اكبر، تصاور تكون اكبر حتى لو بجهاز العرض هي بجذور ولا صغيره. فقط هذه ملاحظات، لكن عمل متاعك خارق العاده، جميل ويعطيك الصحه. عايز اقول حاجه ثاني. عايشك بارك الله فيك، عايشك استاذه، خليكي معايا ثانيه واحده بس قبل ما تطلعي. اتفضل. عايز اقول حاجه ثاني، عايز اقول حاجه ثاني. احنا واحنا بنستخدم الصور الكتير دي، لنفضل لو انا مثلا بتكلم او بدي نصيحه او كده، طب ما ندخل صوت مع طالما عندي صور كتير عشان ما يحصلش ملل في العرض. انا بقى انا بقترح بصراحه دي طريقه عرض، انا حاول انا اللي هشتغل فما حدش هيشغلني، بس انا بقترح. يعني انت تقترح ان نضيف معها الصوت؟ لو حتى لو صوتك انت لو تعملي مثلا دي فقط. نحب نقول لك ملاحظه، اللي اني الفكره اللي اني باش نعرض للتلاميذ الدرس اللي هما الاشياء ذيك المأكولات هي تم تسميتها في شريط الفيديو، وهي الصور ستساعد الاطفال. بما اني ادرس سنه تحضيريه، الفكره كانت ان الصور تساعد الاطفال انهم هما يسميوا الغذاء المعروف امامهم شنو. فهمتني؟ تمام. هذيك اني كي نخدم فيها على اساس اني اني باش نستعمله في الدرس، وكنت نخمم في القسم مش في الخدمه هذيك بالذات. فهمت؟ معناها حبيت نشوف شنو هي التصورات التلامذه، ما هي الاغذيه التي كانت موجوده على الطاوله. التلاميذ سيقومون بتسميه الاغذيه، وهذه الصور فقط هي لتساعدهم، او اننا سنكتشف هل ان اجابتهم صحيحه ام خاطئه لمراقبتها، لانهم تفرجوا على الفيديو باهتمام ام لا. هذيك فكرتي معناها اني يعني تمام. يعطيك الصحه، بارك الله. جميل. استاذ محمود، لانه الوقت جاء تاخر وكلنا نخدم غدوه وكل، باش نحاول نشوفوا بعض الاسويات بسرعه حقيقه بسرعه. هذا انتروديوس اذر، انتروديوس ذا اذرز. عرف بنفسك استاذ محمود، انتروديوس يور سيلف بليز. مساليتون ديما قلنا استاذ محمود. ياسمين انت ديسي ورسال عينا من انتروتي. شفت في حد بعتهولي على الماسنجر. This is Alex's family. Alex loved his family. All of. This is my grandfather. Alex is grandfather is. This is مين ياسمين؟ عايز افتكر مين بعتهولي. وين لا اعرف، ما فماش الاسم. هذا هما اسماء العائله. عجبتني خلفيه مضخمه كثيرا، اذا خاصه اذا القسم اللي باش تدرسوا قسم كبير شويه في العمر. هناك هذا صوت، هناك صوت. ياسمين يظهر لي خدمه عفيف الحساسيه، حطت صوت عفيف الحساسيه تقريب. هي رفضت ايدها عملها. الاستاذ محمود حطت صوت، حطت فيديو، حطت مجموعه صور. فيديوهات شفتها. جميل. الصوت، طب الصوت ده، الصوت ده بيحكي على حاجه في الصور. هوا الصوت تسمع فيها. عارف لو بيحكي على حاجه في الصور هيبقى رائع. لا اغنيه. أغنية أستاذ محمود، أغنية. يعطيها الصحة، عمل جيد. شنو عندك تعليق قبل أن نمر العمل الآخر؟ أستاذ محمود؟ فيش في تعليق. هي حد بيعرف نفسه، مش محتاجة تستخدم غير عرض الصور بالطريقة دي. بصوا حجم الصورة، أخذ الصورة من اليمين للشمال بالظبط، يعني قافلة بيها الشاشة. طريقة عرض الصور جريت، جميل. بس تاني يفضل لو انا هعرض كم صوره ورا بعض من غير كابشن، يعني من غير حاجه تحت الصوره، وهعمل عليها صوت، هيكون طريقه عرض مختلفه اللي هي الكوليكشن. يعني عفيفه تتكلم استاذ عفيفه، تنجم تتكلم ما بين احنا. بالنسبه للسؤال الاخر ما نجمتش، ما حبش تحلي عمل، حبيت نحله لكن وضع لينك بالخطا. تنجم تتكلم ما بين وتحياتي لك. اي هنا هو العمل اللي العمل انجزته في الاربع اللي فات في نفس الوقت، واحنا نعمل في فورماسيون. انا حبيت ناخذ معاه بعض النصائح، ما
باقيت كيفاش نخدم باش على اساس نزيد فيه ننقص شنو نعمل فيه بابا. فما حاجات اذا فما تقنيات مازلت ما عرفتش نخدمها بالكتاب الجديد. ان شاء الله المره الجايه يكون خير. ان شاء الله يعطيك الصحه والخدمه خير. شكرا لك. فما هذا على اللباس التقليدي. انا بس انا سالته سؤال مثلا نحب نعمل نضيف لعبه تاخدي الرابط بتاع الكهوت تحطيه في السوي كلينك. تكتبي مثلا اسم اللعبه او الكلام ده كله ماشي على الاسم يطلع له اللي يطلع له لينك ياخده على صفحه الكهوت. استاذ محمود شوف هذا على اللباس التقليدي. يعطيك الصحه سيدتي عمل جيد. أيوة تمام مهتم جدا باللباس التقليدي. انا عايز بس اشوف اللباس التقليدي عند الرجال شكله عامل ازاي. بهذا اللباس التقليدي كالعاده لا اعرف لماذا لا يحبون كتابه اسمي. فما شكون هنا في المحاضره برضو كنا مختلفين على اللباس التقليدي بتاع تونس. هاتيه بس كده. هذا اللباس التقليدي. هذا اللباس التقليدي بتاع الجبه. هذه جبه تونسيه. كان جي لهنا تنعطيوك جبه معايا. شوفوا بقى الجبه التونسيه شكلها عامل ازاي لو سمحتي انزلي لها الصوره مش واضحه. ياسمينة بكي وفصل له احنا ما عناش جبة بالكابوش. ايه ما عناش. هذه هي توك تجيب حلانة تولى بسوكة. ياسمينة بالعمل متاع نعمة. نعمة يا تصح به نعمة. هذا هو نعمة. اللي بس تقليدي ومتاعنا. هاي الجبة التونسي. هذه جبة التونسي. وهذا اللي بس تقليدي. الشاشية التونسية. الشاشية التونسية هذه هي. هاي اللي يعطيكم الصحه. لكن اني بصراحه ايتابليسمون محمد العباسي لا ظهر لي هذا مش اسم العمل. ما عرفش علاش ما يعرفوش باساميهم. ما نعرفش علاش. نعمه يا ياسمين اسمها نعمه وتشارك معنا ديما. شوف يا ناديه انت قلت نعم على خاطرك شفتها رفع يدها صحيت. احنا نحبوا الحاسوب نتاعي بدي تمام. استاذ محمود جاع كنت لسه هقول لك نفس الكلمه. الحاسوب جاع زيك وخلاص وبدا يخرب وانت وقتي. ايه والله الحاسوب ما عادش ولا فقرة الحاسوب ولا ترى. عايز اسمع لسه اسئله الناس وعايز اخص ولسه انت هتروحي تاكلي وانا هقعد مع الناس. خلص لنا العرض بتاعك ده وشوفي سعادتك هتروحي تتعشى ايه وسيبيني مع الناس. لا يجاوب بسرعه شويه. مستني وقت اشوف العرض ده مش نتعشى. موطني تقع ذي على البلاد التونسيه. على فكره استاذ محمود لاحظت انه كل الاعمال تونسيه. لماذا ليس هناك اعمال برغم ان فما مشاركين من عده اقطار في العربيه؟ علاش فقط التوانسه هما اللي انجوا؟ توانسه الواحد بيفتح الفيسبوك بتاعه وخلاص بقى كله تونس. بصراحه انا نسيت انا مصري حاجه بصراحه مش ممكن. موتني لا بكتي فما مصري مش مصري يشارك. موقع على السياحة أجمل أماكن في تونس. تونس محلاها كلهم بأشرتها ببلدتي مدينة دوز. دوز أنا ديجا كنت حكيت مع جماعة في دوز على أساس باش نزوروهم في دوز وتوا جبتوا لي الحنين لزيارة دوز. ثورة هذا هو كلهم على دوز كالعادة الجنوب. يعطيكم الصحة عمل جميل. ما تعليقك أستاذ محمود قبل المرور إلى عمل آخر؟ جميل جدا جدا جدا. وبرضو لو أنا عامل صور قليلة أو عرضي مفيش صور كتير يعني ومش كاتب تكست كتير بعض الكلام ده بالصوت. طالما ما حطيتش تكست كتير أحط صوت. طالما ما حطيتش صوت أحط تكست كتير يعني بحيث إن أنا أمل العرض بتاعي يعني أوضح العرض بتاعي عشان لو أنا بعت الأسبوعي لحد يبقى في قيمه بمعنى صح. يبقى انا فاهم حاجه تمام.
هذه مجموعة من الأعمال. مازلت فما أعمال أخرى على الهاتف، كيف ندخل واكلت على الهاتف نلقى إلى الحد الآن 44 لا 45 عمل، لكن على الحاسوب ما يطلعوا ليش لأني ما عملتش تحديث للصفحة. هناك عدة أعمال منشورة لكن لأني ما عملتش تحديث للصفحة الحاسوب تعب محمود. والله جانا لك تشوف الفأرة، فأرة ترعش. ماذا ستضيف الحين أنه يرجع الحاسوب عمل؟ ماذا تريدوا أن تضيف؟ بالنسبة ادخلوا، ننصحكم أنكم تدخلوا إلى الواكلت. بالنسبة للواكلت فما أحلى قصص، هناك موجودة أحلى قصص، موجودة قصة قفصة جميلة لفيربافوار تصريف الفعل الأفعال، المفاصل ودورها الفدوى النصير، موجود أيضا إلى مناقاتي فرس أسوي، موجود أيضا الصيد عند الحيوانات، English classes موجودة زايد فاتن دهالي فاتن مكنسي my English class موجود على البلاد التونسية. كذلك موجود عمل تقديم الملف العام المعلم الخبير من إنجاز سمير سيد سمير العمامي. عدة أعمال هي منشورة، عدة أعمال منشورة بالعشرات الأعمال المنشورة. ماذا تقترح أستاذ أستاذ محمود الآن؟ ماذا تفعل؟ هذا بالنسبة لي آخر عمل سأعرضه الآن، وإذا عندك أي إضافة لأنه الوقت مش عايز، بس مش عايز أقول حاجة يعني. أحلى قصص، شو أحلى قصص؟ المربية فوزية عاشور، هذه المربى حقيقة نحب نوجه لها تحية شكر. فوزية عاشور دائما تواكب معنا وهي مصرة على الإبداع وهي مصرة على الإنتاج، وقالت لي أني نحب نصل إلى مراتب متقدمة، وقالت لي أني نحب نفيد، واقترحت علي ورشات إن شاء الله باش تكون ضيفتنا في الجمعية قريبا. وحقيقة هي ديما مجتهدة وديما تبعث لنا في القصص، وعلى الجمعية عشرات قصص منشورة باسمها باسم تلاميذها وعشرات الأعمال. تحية شكر لك أستاذة فوزية عاشور، أو ألف تحية ما تكفيكش حقك. قصة الأسد الجريح هي اختارت. احنا بقى نرجع تاني معلش برضو نعمل بقى، طالما نتكلم على موضوع القصص وانتم مهتمين بموضوع القصص، ممكن نستغل موضوع القصص ده بسوي عن طريق عرض الصور، ونحكي انا بصوتي القصة. ممكن لو هي اكتر من 5 دقايق ممكن اعمل مثلا كل 5-6 صور في حدود ال5 دقايق وانا بحكي، او انا احكي اصلا واركب عليها الصور واعمل كوليكشن تاني او بارتي 2 اند سو اون، بحيث ان انا اخلص الجزء الاولاني اشغل الجزء التاني اند سو، بحيث لو عملت معايا مثلا 15 دقيقه مثلا الحدوته او الحكايه او القصه بتاعتي، ممكن انا اجي مسجلها على 3 مرات بحكي وبحط الصور على الحكايه اللي انا اعملها. اوكي، فده هتبقى جميله جدا. فكره سوي في عرض القصص، بما ان انتوا مهتمين او انت شخصيا مهتمه بالقصه دي، وايضا ان شاء الله باش نحطوا لهم رابط واكلة القصص باش اللي انت انتج قصه يحطها على الواكلة خير من اللي تضيع، تقعد موجوده باش يلقاها كمرجع. باهي استاذ محمود، نمروا الى الجزء الثاني. مشكورين كل الناس اللي خدمت واللي اجتهدت واللي تقدمت. راهو مش فايده انك تحضر في دورات، مش فايده انك تاخذ في شهائد وانت ما تستغلش اللي استعملته. من المهم جدا انك تشوف وتعلم وتطبق باش تستفيد. ويعطيكم الصحة الناس كله. طبعا نخليكم على الجزء الثاني مع الأستاذ محمود محسن. هل لديك ماذا تريد أن تضيف؟ لا هني معكم، لا موجودة معكم. طيب أنا بقى حابب أخش كده أعمل فيديو معكم. اهلا وسهلا بكم جميعا. بعد ما عرضنا وبعد ما اتكلمنا وبعد ما شرحنا وبعد ما عملنا كل حاجه، حابب ان انا اسمع من حضراتكم بقى كل الكومنتس اللي هي او كل التعليقات او كل المشاكل، لو هنسميها مشاكل، او كل اللي حصل من يوم ما كنا مع بعض لحد النهارده. اي حد فيكم عنده استفسار، طالما احنا مع بعض وقاعدين ممكن نسمع بعض. مع الوضع في الاعتبار لو حد سال سؤال وثاني عايز يسال نفس السؤال، يركز بسؤال زميله عشان لو لا اجابته يبقى وفرنا وقت كتير لحضراتكم.
مين حيدير المحاضرة؟ أستاذة ياسمين لسه معانا ولا لا؟ إيه معاكم معاكم مانيش باش نتعشى. طيب شوفي بقى حضرتك بقى يلا شوفي حتى حد أستاذة إيمان بوكاري أستاذة نجاد بن قسيم أنا شايف ناس كتير رافعة إيديها فدخلي حتى حد يلا كده. يحب إيه أستاذة نجاد بن قسيم تنجم تتكلم رافعة اليد تنجم تتكلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام بحضرتك. في البداية نحب نشكر الجميع على إتاحة هذه الفرصة القيمة واللي صراحة أعادت لنا شغف في التعلم ورغبة في تطوير مهاراتنا في التدريس. أنا معلمة من تونس. أنا بعثت السؤال بتاعي بس مش فاهمة معناها ليش ما شفتوش يعني في ال اللي ما شافش السؤال بتاعه عايز نخد قطع كلام حضرتك. أي حد عنده سؤال وما شافش الشعب العربي يعني أنا حبيت تشوفه بس عطيني رأيك فيه على خاطر أنا هقول لحضرتك أي حد من الناس الموجودين معانا عمل بسويد وما نجمش يرفع الويكلت لسبب او لاخر بقى هو ما يعرفش يرفع او في مشكله تقنيه او كده بعتولي على المسنجر وانا هشوفه وعلق عليه. صراحه انا بعته وهو وصل يعني متاكده من الحكايه خلاص حصل خير انا هشوف حضرتك واديكي الفيدباك بتاعه على طبعا انا بس بحب انك تشوفه انت ومدام ياسمين عشان تعرف شنو الاسم قلنا معنا شنو الاسم فقط شنو الاسم بربي رابط الواكله 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 على شنو يحكي ترى دي تقول لي هو بالفرنسي لا ناتور لا ناتور هاوني نثبت فيها تا اسوي قاعد نشوف قفزه جميله احلى قصص لو فيرب افوار منى منعش مش موجود انا مش كاتب اسمي ما عرفتش بالحق مدام ياسمين الحاجه اللي اعترضتني اني ما عرفتش نبدل اسمي في انت قلت انا تنجم تبدل تحط اسمك تحته انا الصعوبه في اني نبدل اسمي فهمتني انا حضرتك انا حاول حضرتك انا سي محمود لو اليوم احنا لقينا واحده من الناس لقيت صعوبه في اني اضيف اوديو وفيديو لو ممكن سالوك استاذ محمود قالوا لك كيف نضع الصوت مع الصوره في نفس الوقت سالوك احنا ثاني برضه تمام اديني برضه زي ب تمام اذا تحب نزيد نوريهم بالنسبه ما قالت احنا عملنا اه صور ثاني شايفيني كده معايا يا فندم تمام انا مش معك انا قادر لو جعلت كده بسوي السوي مفتوح قدام حضراتكم خير المشكل اللي خدت برشا مش كاتبين فما تقريبا 20 عمل مش كاتبين اساميهم وحتى هيك علاش بعد اذنك حضرتك لو سمحتي نركز بعد اذنك سيب الاعمال دلوقتي خلاص ونركز في اللي انا بتكلم فيه بقى تمام السوي دلوقتي مفتوح قدام حضراتكم طبعا السؤال صعب خلينا قاعدين مستنيين حد يرد علي شنو السؤال محمود دلوقتي انا عملت برتزي دلوقتي السوي قدامكم مفتوح مفتوح موجود السوي طيب هو حضراتكم احنا عملنا ثلاث طرق المره اللي فاتت لاضافه الصوت على الصور انا بحط الصور كده في كوليكشن ده كده واجي تحتيها الصوت بتاعي اهو مايكروسوفت ايديو فين اللي احنا عملناه من الاوديو اللي احنا عملناه المره اللي فاتت ما علينا نضيف واحد من اول وجديد خالص هقف هنا
ميديا اوديو تاني واحد ميديا اوديو افتح لي هنا ثلاث طرق ان انا بضيف فيهم الاوديو يبقى دراج اند دروب افتح كده اجيب الديسكتوب بتاعي واسحب منه واحط هنا يعني مثلا هنا في سونجز اهي ماشي whatever اي سونج منه اي دواء صوت يعني بمعنى صح او منه هسحب كده دراج اند دروب من هنا ورميت هنا اوكي بطريقة اوكي او عن طريق هنسيبه يحمل طبعا او عن طريق ميديا واعمل ابلود هروح للمكان اللي انا حاطط فيه الصوت بتاعي اهو ليكن سونجز اهو ونقي اي فولدر منهم واعمل اوبن هينزل لي زي ما حضرتكم شايفين احنا كده طريقتين الحاجه الثالثه ميديا اوديو واعمل ريكورد هنا حد يعد لي 1 2 3 او 3 2 1 وابدا اسجل لي يبدا يسجل معايا اوتوماتيك وانا بتكلم نعمل بوز وانا برجع اتكلم تاني انت الصوت تمام بعد ما اخلص هروح قايل له اد تو سوي ادي عندي الطريقه 2 3 دراج اند دروب او ابلود او ريكوردينج اوكي تمام استاذه تمام رد وصل ايوه واضح يا استاذ شكرا تحت امر سعادتك يا سؤال فيما يخص الاوديو والفيديو يمكن ناخذهم من اليوتيوب فندم احنا قلنا الكلام ده المره اللي فاتت اهو هتطلع لي هنا سجستد مقترحات باخد اللي انا عايزه هيطلع اهو اليوتيوب شايف المقترحات هنا اهو في اليوتيوب اروح رايح على اليوتيوب او افتح صفحه اليوتيوب واكتب الحاجه اللي انا بدور عليها مادي لحضرتك ايه يا فندم حابب تدرسي مادة ايه يا فندم انا بدرس فرنساوي يعني مادة الفرنسية فهاجي هنا اكتب مثلا فرنش كده واعمل بحث هيطلع لي حاجات بالفرنسية شايف سعادتك اختار المحتوى المناسب ليا اللي انا محتاجه مثلا واروح معلم عليه كده شايفه واروح قايل له اد بس برجاء لو هعمل حاجه في اليوتيوب لازم اراجع الفيديو كله من اوله لاخره واشوفه مناسب للدرس بتاعي ولا لا مناسب ان انا اعرضه للطلبه ولا لا انسى طبعا تمام يا فندم طبعا شكرا ليك تحت امر سعادتك يعني لو حد سؤال تاني انا معاكم اي سؤال تاني انا مع حضرتك الناس معايا ولا لا اي حد محتاج مشكله استفسار مشكله عنده في ناس رفع بيها هل ما عرفش الناس اما سؤال استاذ محمود
في الشات. اللي هو؟ هل يمكن إضافة تنشيط على الكتابة أو الصور مثل الباوربوينت؟ على الكتابة نفسها؟ أي هكا السؤال، هل يمكن إضافة تنشيط على الكتابة أو الصور مثل الباوربوينت؟ تنشيط يقطع تعديل بعد التسجيل. تسجيل إيه؟ بعد ما تسجل معناها اللي طرح السؤال هو يتغير واضح. أستاذ محمود يعطيك الصحة، شكرا لك، شكرا على كل هذه المعلومات، وشكرا على تواجدك معنا، يعطيك الصحة. كانت معلومات مفيدة سواء في الحصة الأولى اللي عرفتهم بها على الأسواس، سواء في الحصة الثانية اللي قدموا فيها الأسويات متاعهم وعطيتهم ملاحظاتك. إن شاء الله لو عندكم موعد آخر مع أستاذ محمود زد حتى في الأسوية، معناتها إذا نحبوا الملف التقديمي النهائي نجموا نعدلوا فيه، نجموا نشوفوه، نجموا نعملوا جلسات خاصة لحول مشروعكم النهائي اللي باش ترسلوه للمايكروسوفت. هذه هي كانت بالنسبة للأسوية، إن شاء الله مازلنا مواصلين. بالنسبة للأسبوع المقبل أنتم على موعد مع الاختبارات الرقمية، لأنه إضافة للأسوية يزمك توري أنك تخدم بتطبيقات المايكروسوفت في القسم بتاعك، باش نختاروا المايكروسوفت فورومز. الأسبوع المقبل هو مخصص الاختبارات الرقمية إن شاء الله، مع في ورشة مشتركة أني والأستاذ محمد حسنين، باش نقدموا ورشة على الفورومز وكيف، وفما جزء متاعي باش يكون هدية الدورة، عشان إن شاء الله باش يكون فما هناك إضافة إن شاء الله تعجب الناس كل، كما مرفيت تعطيكم هدية شيء خفيف كلعبة القبعة. حتى المرة الجاية إن شاء الله في الورشة مع محمد حسنين باش نعطي زادة هدية، هي هدية الورشة إن شاء الله تعجبكم. إذا ما قعدلكش أي إضافة أستاذ محمود محسن، بإمكاننا إنهاء الورشة، وشكرا لك مرة ثانية. طيب أنا الله يبارك في عمرك.